عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته أصدقائي الكرام. في هذا الفيديو سنتحدث عن القسمة ومكوناتها. فكل قسمة تتكون من مقسوم، مقسوم عليه، خارج، وباقي. وبحسب قيمة الباقي، عندما يكون الباقي يساوي صفر نقول أن القسمة مضبوطة، وعندما يكون الباقي يخالف الصفر نقول أن القسمة غير مضبوطة. وفي هذا الفيديو سنتطرق إلى أربع قسمات نفصلها على السبورة فلنشاهد جميعا. 54 قسمة 9، أي أن المقسوم هو 54 والمقسوم عليه هو 9. سأرسم 9 أقراص إلى أن أصل إلى 54، وننظر كم من مرة تتكرر 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9، أي أن لدينا 18. 1 2 3 4 5 6 7 8 9، أي لدينا 27. 1 2 3 4 5 6 7 8 9، أي لدينا 36. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. إذا قمنا بحسابات الأقراص سنجد 45. 1 2 3 4 5 6 7 8 9، وإذا حسبنا هذه الأقراص جميعها سنجد 54، أي لم يتبقى أي قرص. كم من 9؟ 1 2 3 4 5 6، أكتب 6 وأضع 54 ثم أقوم بطرحها من المقسوم لأنني قسمته. 4 - 4 يساوي 0، و5 - 5 يساوي 0. نقول أن هذه القسمة قسمة مضبوطة، قسمة مضبوطة لأن الباقي يساوي 0. نمر إلى 64 مقسومة على 8. بما أن المقسوم عليه يساوي 8 فسأمسح قرصا من كل عمود. إذا أمسح قرص، أمسح 9 لأنه هو المقسوم في المقسوم عليه في القسمة الماضية. الآن أمسح قرصا في كل عمود، يتبقى لدي 8 8 8 8 8. إذا قمنا بحساب هذه الأقراص، 8 و8 + 8 = 16، في 3 = 24، في 4 = 32، في 5 = 40، في 6 = 48. لدينا 64. يمكننا إضافة عمود آخر. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8. 1 2 3 4 5 6 7 7 في 8 56. يمكنني أن أضيف أيضا عمودا آخر. 1 2 3 4 5 6 7 8. 54 أضيف لها 8 سأجد 64. 1 2 3 4 5 6 7 8. إذا هناك 8 صفوف، 8 أعمدة. إذا 8 تتكرر، هنا 8 أقراص. كم من مرة يتكررون؟ 8 مرات. 8 64 أطرحها 0 0، إذا فهي قسمة مضبوطة لأن الباقي يساوي 0. ننتقل إلى القسمة الثالثة. هناك المقسوم، هنا المقسوم يساوي 7، إذا يجب ترك فقط 7 أقراص. إذا أمسح قرصا من هنا وقرصا من هنا، قرصا 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 قرصا، وأمسح 8. 7 14 21، لم أصل بعد إلى 49. 7 في 4 28، 7 في 5 35، 7 في 6 42، 7 في 7 49، ولدينا 49. إذا أمسح صفا وأضع السبعة، إذا 7 والباقي يساوي 0. كم من مرة يتكرر العمود؟
سبعة أقراص يتكرروا سبع مرات، سبعة رقم واحد، سبعة رقم اثنان، سبعة رقم ثلاثة، هكذا سبعة أعمدة. إذا سبعة في سبعة تساوي تسعة وأربعون صفر، وكذلك هنا صفر. نقول أن القسمة مضبوطة. الآن أقسم 36 على أربعة، يجب أن أترك أربعة أقراص في كل عمود. أربعة أقراص، واحد اثنان ثلاثة أربعة، 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 واحد اثنان ثلاثة أربعة. إذا أربعة أقراص، مرة واحدة أربعة، مرة ثانية ثمانية، أربعة في ثلاثة اثنا عشر، أربعة في أربعة ستة عشر، أربعة في خمسة عشرون، أربعة في ستة أربعة وعشرون، أربعة في سبعة ثمانية وعشرون، أضيف أربعة. أربعة 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 أربعة، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، ثمانية في أربعة اثنان وثلاثون، ولدي ستة وثلاثون. يبقى أن أضيف أربعة أقراص آخرين، وسأحصل على ستة وثلاثون قرصا. كم من مرة تتكرر الأربعة؟ تسع مرات، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. إذن الخارج تسعة، تسعة في أربعة ستة وثلاثون، أطرحها أجد صفرا صفرا. ونقول كذلك في هذه الحالة أن القسمة مضبوطة. لماذا؟ لأن الباقي يساوي صفر. الباقي يساوي صفر، عندما يكون الباقي يساوي صفر نقول أن القسمة مضبوطة. وهكذا نكون قد أنهينا هذا الفيديو. أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم، ولا تنسونا بدعمكم للقناة بروف فريد، وتنتظركم مجموعة من الفيديوهات في مجموعة من المواد منفصلة ومفسرة للجميع وبطريقة مبسطة. ولا تنسوا جيم وسبسكرايب، وإلى اللقاء.